أنا كنت أنا درست للصف أول إعدادي وأنا بكتب بتمي من كثر الكتاب اللي كنت أكتبه، والحمد لله يعني بكتب وبحسب والحمد لله يعني، وخطي خط جامعة ما بجيبه مع احترامي يعني للاحتياجات الخاصة، وكاسة القهوة بشربها أنا بتمي، كاسة الشاي بشربها بتمي، يعني عندي أشياء قدورة كثير. بس يعني هون التعليم بس عندنا لصف السادس، حاولت أكمل دراستي بالمدارس الحكومية رفضوا عشان وضعي.